قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية إلى البلاد تأتي في إطار استكمال التشاور حيال استئناف الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة. وأوضح المزرم أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الكويت تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة جنوب، وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد استقبل في وقت سابق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.